لسه مستمرين مع حضراتكم في الشأن الرئاسي. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. أحكام قانون الرياضة الجديد هتسري على الهيئات الرياضية وكمان شركات الاستثمار الرياضي وكل أوجه النشاط الرياضي في الدولة، والهيئات الرياضية الموجودة وقت العمل بالقانون ده هيكون عليها توفيق أوضاعها من غير رسوم خلال 6 شهور، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون. اسمحوا لي على هذا الأمر، بينضم لي عبر الهاتف النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري. سيادة النائب، أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بسيادتك. أهلا بيك يا فندم، بشرفني بكل تأكيد. في البداية يا فندم، قانون الرياضة الجديد اللي هيعطيه لمجال الرياضة في بلدنا؟ والله أنا بشكر سيادة الرئيس طبعا على التصديق للقانون ده، وبشكر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبشكر وزير الشباب والرياضة طبعا، لان طبعا القانون ده هو هيعمل اضافه كبيره. اولا هيمنع التدخل الحكومي، مش هيبقى في تدخل حكومي ولا هيبقى في قضاء اداري. يعني عشان ستك تكون في الصوره، لا هيبقى في قضاء اداري ولا هيبقى في تدخل حكومي، وهيدي حريه للجمعيه العموميه، وهيفتح مجال الاستثمار في الانديه وهتنشأ انديه كتير. طب خليني اعرف يا فندم عن جزئيه القضاء الاداري، كنا بنشوف دايما جزئيه مجالس الادارات والنزاعات فيها عند لجنه التوفيق والتحكيم بس، ولان الوزاره مش هي اللي هتدعو الانتخابات ومش هي اللي هتعتمد الانتخابات. ده تغير نوعي يا سياده النائب. من خلال اللجنه الاولمبيه، نعم؟ ده تغير نوعي. ده تغير كبير جدا، ده خطوه هايله. ده قانون بقى له 41 سنه المفروض يطلع، وبقى لنا 14 سنه الحركه الاولمبيه الدوليه مدينا مهله. ده انجاز من الانجازات العظيمه اللي عملها مجلس النواب المصري. والجمال في القانون ده ان القانون ده المجلس النواب المصري وافق عليه بالاجماع. خدت بس سيادتك؟ فيعني حاجه جميله جميله، وانا بشكر سياده الرئيس ان هو صدق على هذا القانون النهارده، وخلاص هيتنشر في الجرائد الرسميه وهيبدا العمل بيه. جميع الانديه في مصر هتعيد اشهار نفسها، وبعد ذلك هتدعو الى جمعيات عموميه خاصه لمناقشه اللي هي اللائحه، واذا لم تكتمل الجمعيات العموميه نصابها القانوني اللي هيبص عليه هيعمل باللائحه الاسترشاديه التي اقرتها، اللي هتقرها اللجنه الاولمبيه. خدت بس، وهتقام الانتخابات في موعد غايته 15/12/2017. طب لو في اي شكاوى من مجالس الادارات يا فندم في اي نادي من الانديه بيلجأوا لمين في الجزئيه دي؟ لا ده في بقى حضرتك لجنه، بص، مجلس التوفيق والتحكيم. التوفيق والتحكيم. ده اللي منصوص عليه في القانون. ده هو الحكم. يبقى عباره عن قاضي واثنين محكمين، كل طرف متنازع هيختار محكم. ده هيكون تابع لايه بالظبط يا فندم؟ نعم؟ ده هيكون تابع لايه؟ الجهه اللي تابع ليها؟ الجهه اللي تابع لها اداريا اللجنه الاولمبيه المصريه. بص، احنا رجعنا الى اهليه الرياضه. العالم كله في اهليه الرياضه. فاحنا عدنا الى اهليه الرياضه، كيف يلعب العالم رياضه، او كيف يمارس العالم رياضه الدول عن طريق اهليه الرياضه. الوزاره هتتفرغ لامور كثيره اخرى، لكن عندها جميع اليات الرقابه، الرقابه الماليه. خدت بسيادتك على الانديه. ومن حق الوزاره تعترض على اي قرار تصدره مجلس اداره اي نادي برضه من خلال مجلس التوفيق والتحكيم ده في خلال 60 يوم من الصدور. هيكون من جهه الوزير، وزير الشباب والرياضه في الوقت ده، يعترض على قرار مجلس اداره من خلال ما يقدرش الوزير، ما يقدرش يحل نادي ولا يلغي، ما يقدرش يحل مجلس اداره نادي، لا ولا يملك ولا اتحاد الا في حاله الوجود مخالفات ماليه تدان، يعني في ادانه، محكمه تدين مجلس الاداره ماليا، يبقى في فساد مالي يحله، انما غير كده لا يملك. هو برضو الوزير خالد عبد العزيز طلع يعني رجل ذكي، لان هو تنازل عن جزء كبير جدا من اختصاصاته. طالما لصالح الرياضه المصريه، نتمنى يا فندم ان يكون لصالح الرياضه المصريه في الفتره اللي جايه باذن الله. بيعملوا كده، ولعلمك القانون، اللجنه غيرت القانون شكلا وموضوعا عن مشروع الحكومه تماما. بالتوفيق يا فندم ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. سياده النائب فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان المصري، شكرا جزيلا يا فندم.